تمكنت عناصر مصالحي للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط بأمن دائرة بن مهيدي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطرف من تفكيك وتحييد شبكة إجرامية مختصة في تنظيم عمليات هجرة سرية غير شرعية متكونة من 3 منظمين و7 أشخاص مرشحين للهجرة من ضمنهم امرأتين. مكنت العملية من حجز 3 مركبات سياحية قارب مطاطي مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية، حقائب ظهر تحتوي ألبسة شتوية ومواد غذائية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.